أهلا قرقور. أنا مو قرقور، أنا أهم وأشهر رائد مركبة فضائية في العالم. يا ماما مساعدتي الفضائية معزوزة. أهلا. أهلا برائد الفضاء قرقور ومساعدته معزوزة. أهلا. أما أنا أنا كابتن الطيارة جاد. أهلا أهلا، تشرفت بمعرفتك كابتن جاد، وأهلا وسهلا فيكم على مركبتي الفضائية. اليوم رح نحلق أنا ومساعدتي معزوزة عند صديقنا إلمو. خلونا نروح نشوف شو رح يصير. يلا يلا معزوزة انطلقي من هون. لحظة. مرحبا منى. اسمعي منى، اليوم علمو رايح رحلة رسم. شو يعني رحلة رسم؟ علمو رح يروح مع أبوه للحديقة ورح ياخد معاه أدوات الرسم، وهناك رح يرسم ورد كبيرة وبتضحك، رح تطلع الرسم حلوة كتير. تعرفي منى، علمو شاطر كتير بالرسم. أكيد منى، في عاصفة قوية وعمالها تشتي. منى، إلمو رح يتصل فيكي بعدين. باي باي. بابا شو اللي صار بابا؟ سكرت الشباك علشان في عاصفة كتير قوية. بس بابا وإلمو رح يروحوا برحلة الرسم، صح بابا؟ آسف يا إلمو، أظن رح يصير في تغيير بالخطة ورح نلغي رحلة الرسم. شو؟ نلغيها؟ هذا يعني إنه بابا وإلمو ما رح يروحوا على الحديقة أبدا؟ صح إلمو، بهيك طقس سيء ما بنقدر نرسم في الحديقة. لازم نلغي خطتنا ليوم بيكون فيه الطقس أحسن. يعني إلمو ما رح يرسم الوردة اللي بتضحك بابا؟ صعب اليوم إلمو. 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 بابا. إلمو مش مبسوط، إلمو زعلان كتير لأنه كان حابب يروح على رحلة الرسم. أنا فاهم عليك يا إلمو، أنت كنت متحمس للرحلة بعرف، وأنا كمان كنت متحمس أشوف رسمة الوردة اللي بتضحك اللي بدك ترسمها. إلمو زعلان ومتضايق كمان. بابا إلمو كتير متضايق. إلمو. أنت هلأ بتشعر بخيبة أمل علشان رحلة الحديقة التغت، صح؟ ما فهمت. خيبة أمل؟ رح أفهمك. خيبة الأمل يا إلمو لما يكون بدي شي وما بحصل عليه بزعل وبستاء، ومرات كتير بحس إنه بدي أبكي. هاي هي خيبة الأمل يا إلمو بالضبط حبيبي، زي شعورك هلأ. طيب بابا بشعر بخيبة أمل كمان؟ طبعا، لما بكون بخطط لأي إشي بصعوبة وبستنى كتير أعمله بس ما بصير زي ما بدي، بشعر وقتها بخيبة الأمل. طيب بابا كيف بتصرف؟ في طرق كتير ممكن نعملهم عشان نتخلص من هذا الشعور. حابب تجرب؟ بابا إلمو حابب يجرب، أكيد بابا. ممتاز حبيبي إلمو، أول إشي لازم ناخد نفس عميق كتير. يلا سوا نجرب؟ أوكي بابا. يلا إلمو. يلا. أول إشي ناخد نفس عميق مثل هيك، ناخد شهيق وبعدين زفير. يلا ناخد شهيق. بعدين زفير. ممتاز. احكي لي هلأ صرت أحسن؟ بابا. بس بابا إلمو بعده بيشعر بخيبة أمل. طيب إجتني فكرة، فكر بخطة تانية وإنت هادي. خطة تانية؟ يا إلمو. مرات ممكن نغير الخطط، ولما بيكون عنا خطة جديدة ما بنشعر أبداً بخيبة الأمل.
بس شو رح يعمل إلمو بابا؟ إلمو جهز كل إشي علشان رحلة الرسم مع بابا اليوم، وبده يروح الحديقة وما عم بفكر بإشي تاني أبداً. صحيح، أنت جهزت كل شي. المشكلة إنه بالشتا ما بنقدر نطلع كتير لبرا، بس هذا الشي ما بيعني أبداً إنك ما بتقدر ترسم بالبيت. بابا إلمو بيقدر يرسم بالبيت. طيب شو رأيك بدل رحلة الرسم في الحديقة، إلمو يعمل يوم للرسم في البيت؟ يوم للرسم في البيت. أوه إلمو، على مهلك. شوي شوي. اليوم صار في عند إلمو يوم خاص للرسم في البيت، مثل ما نحن عنا يوم خاص للتمثيل ببيوتنا. صح، أنا كتير بحب أرسم بالبيت، وأنا كتير مبسوط إنه إلمو تغلب على شعور الإحباط لما أخذ نفس عميق وهدي وغير خطته. كتير حلو. تعرفوا أنا مرات بحس إني زي إلمو، بحس بالإحباط لما ما أقدر أطلع من البيت لما تكون الدنيا كتير شوب، أو لما تكون بتشتي، بس لما أخذ نفس عميق بحس إني مرتاحة وتخطر عبالي أفكار حلوة وجديدة. ممتاز يا بسمة. وكمان رائد الفضاء المشهور قرقور إجته فكرة أو مساعدته نسيت، لازم يحلق بالمركبة الفضائية معزوزة الزر الأصفر. الأصفر معزوزة. اشترك في قناتنا للمزيد من أهلا سمسم.